لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دخلوا في الشجرة. حنا راني رايحين في لوديجا، سي با ان تروك واش بو نسلك يا با. هادي تبعيني. واش داك تجي البريزيل تلاقى معايا؟ واش داك مور هاد الفواياج تروحي تحاربي باكستان نورمال؟ راه 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 راه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة عليكم. إيناس عبدلي تتعرض إلى حادث أثناء القفز من المظلة في البرازيل، وتعد رياضة القفز من الرياضات المفضلة عند السياح. ما حدث للمؤثرة الصغيرة إيناس عبدلي صاحبة 19 سنة أثناء محاولتها الطيران بالمنطاد وهي ترتدي ملابس ضيقة وشبه عارية بدولة البرازيل. ولكن وقبل البدء، من فضلك يرجى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد أول بأول. نشرت إحدى الصفحات الفنية منذ قليل فيديو للمؤثرة الجزائرية المسبوقة قضائيا إيناس عبدلي وهي تسقط بين الأشجار أثناء محاولتها طيران بالمنطاد في البرازيل. ويبدو أن الوزن الزائد لهذه المؤثرة والشخص الذي كان خلفها عاق حركة المنطاد وجعله يهوي بهم إلى الهوية. وقال مقربون أن هذه المؤثرة الجزائرية إيناس عبدلي تم نقلها للمستشفى، ولحد هذه اللحظة يجهل مصيرها إن كانت على قيد الحياة أو ماتت. ويذكر أن آخر صورة نشرتها لها وكانت إطلالة من البرازيل رفقة الجزائري مهدي، وكتبت: نحن الجزائريون في كل مكان. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم. لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتبعوا الريح، يتبعوا الريح. إذا يقولها أوكي أوكي قلهم. ها؟ كيف العالمية؟ هلا آيس فيلم فيها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.